بسم الله وكفى وسلام على المصطفى. يقول ربي بعد ذلك، بعد وكفى بربك وكيلا، ربكم الذي يزجي لكم الفلك، يعني يحرك لكم الفلك الرياح طيبة، توصلكم وتقربكم من مبتغاكم في الهند في الصين وهنا مصر، ولا في البحر الأبيض المتوسط، معاش أبيض ثلاثة بعضها، ولا البوليوشن ضاربة الأرض حتى مرارة عيشة اللي على الزوار وغيره، يشوفوا ريحة كريهة وينظروا، يعني يروا منظر قبيح، والشواطئ امتلأت ببقايا الذهب الأسود، استوت لهم شواطئهم، وبعد ولات كالبوليسيون دولار، بأن فما دائما استمرار تلاقي الماء، ماء البحار والهواء المنتشر بفضل الرحمن، كونه البوليشن تو كلفت لهم غالية، مش سببها كان المعامل، معناها وش تعطي من رماد و مكونات دقيقة تساهم في أمراض جلدية وأمراض تنفسية وهلم جرى. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، البحر هي بالنسبة للقناصات ولا البحار اللي ما تعرف عليها ولا الوديان. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، يعني باش سهل لكم بك الريح هذيك والمالي، فما الألواد الشماد، وفما كيفاش حجم السفينة وغواءها من الدب، وإن كان فيها شيء من له وزن، لكن في الجملة نعرفوا القوانين الفيزيائية تخلي عادة السفن مثقلة ولكن دائما تطفو على سطح البحر، إلا إذا كانت جت أمواج كالجبال فتلفها ويغرق من كان فيها، كيما وقع في الزيارة الليلية لا أقصد الليل في غياب النهار، لكن الليلية فيها ظلمات ما استولت على راكبين السفينة هذيك، واتجهوا نحو أمريكا المتحدة، وكانت ليلة ظلام، ضرب السفينة، الناس كلها تفتخر بالتكنولوجيا الإنجليزية ولا الأمريكية ولا تكنولوجيا مشتركة، قالوا هذه لا تهزم نعوذ بها فسادا في بطن تلك السفينة وعلى ظهرها، فكان غضب الله بالمستوى الذي أغرقت فيه السفينة ذيك بعد ما رأوا العذاب، وجزء من جزاء المعتدين على حدود الله. يقول ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء. هما ما يفهموش ما لا ربي رحيم، ده مش من تقول يا رحيم ولا تقول يا رزاق، لو الملك قد يجيك بطريقة أو بأخرى، لولا الله أذن به أن يأتي لك ما كنت صاحب، كما عملها في طغياني وغفلتي الكلب قارون. وإذا مسكم الضر في البحر، يعني ريت الخطر الموت داهم عليكم، وإذا أمسكم الضر في البحر ظل من تدعون، ما تلقوا حتى حد من آلهتكم اللي تدعون للنجدة، ظل من تدعون إلا إياه، إلا هو حاضر في كل ما لا ربي حضوره فوق الزمان والمكان. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم، أي بكرامي وكما تكون انت ما طول في صبري عليكم ما عجلكمش في العقاب، فلما نجاكم إلى البر، وقت الاستقرار من البر ما موش كيما مخاطرة على ظهر السفينة، إلى البر أعرضتم، أي أعرضتم عن الدعاء وأعرضتم عن الطاعة وأعرضتم عن شكر لله،
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني مبالغ في الكفر اللي يعمله. يقبل كنت تدل وتقول يا ربي انت لا تجيني مش نكون مؤمن على طول، ودي حد ما طابت على الصلبة الأرض الصلبة ترجع للعهد كما بعض الفكر. أفأمنتم أو ربي يوريك لي مخاطر أخرى اللي حتى أنتم على اليابسة ما تجم تصيبكم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البحر البر اللي أنتم عليه ساكنين فيه، ويرسل عليكم حاصبا ريح تحمل الحجارة وتدمغكم وتقتلكم بجراح وبرذوذ. أن يخسف بكم جانب البر ويرسل أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا من قشكم يحميك. أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي يعيدكم البحر، هذا تنساوش القاع من غسرات أي بعد أي نعاودوا ربلوت. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصبا يعني حاجة فيها ما يقطع أرقابكم ويكسر ضلوعكم عليكم قاصبا من الريح فيغرقكم الريح ذاتها تكسر الإنسان يتكسر الشجرة العظيمة فما بالك الإنسان ليش فيغرقكم بما كفرتم. كفركم يجيب لكم الغرق كما قام سيدنا نوح عليه السلام. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. مش حتى حد مش يمنعكم من القضاء والقدر. ولقد كرمنا بني آدم في اللي أونوري في ريفي أندوم هو الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات أي المال الحلال والكسب الحلال والطعام الحلال والشراب الحلال والمجر، وفضلناهم اللي زابريفيري على كثير ممن خلقنا تفضيل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي كان يسوقهم في الخير والشر، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ولو حاجة كيف الفتل في النواة بدأت تمر. ومن كان في هذه أعمى أي أغلب الناس عمي هذاك علاش يقولوا ما مش فاهمين مش مترتب عليه القول هذاك لأنهم متهورين سو انفسهم فيهم ما يفكرش عواقب الكلام اللي قال او الاشاره اللي يعملها في باله باش ينقصنا من قيمتنا. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. اذا انتم في الضلال 100% لانكم بدلتم ربي بعدو ربي وعدوكم، فكانت الخيبة وكانت الضلالة وينتظركم عذاب في حياتكم، وممكن سكرة الموت تطول بكم وتولي كل لحظة تمر أثناء تلك سكرة الموت كأنكم من ضاعكم قرن من العذاب. أما اللي مازال متوسط العذاب تراه في حبر من حبر النار، والعذاب الأكبر تراه غاديك يوم الحساب اللي مش يكون عليكم ثقيل ثقيل والشمس قريبة منكم وتعرقوا حتى العرق يبلغ ربما آذانكم. نسأل الله السلامة.